هذا الرئيس الرواندي بول كاجامي بفترة ولاية ثالثة من 7 سنوات وفق ما أظهرته نتائج الأولية اليوم. وقد فاز كاجامي الذي يحكم رواندا منذ عام 1994 بنحو 80% من الأصوات، بما حصل منافساه على أقل من 1% من الأصوات، ودعي حوالي 6,900,000 ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تنافس فيها كاجامي مع مرشحين غير معروفين في أوساط رواندا، ولم يكن متوقعا أن يشكل خطرا